It got me stone cold. السلام عليكم اعزائي المشاهدين. طيب النهارده معايا شاشه مقفله عامله تشيك بوكس تقريبا على كل المواصفات الممتازه اللي موجوده في اي شاشه هتشوفها. QLED يعني كوانتم دوت تكنولوجي 49 انش HDR 1000 بتدعم ال HDR 10 بلس جي سينك كومباتيبل وفيها فري سينك بريميوم برو بتدعم ريفريش ريت 240 هرتز وريسبونس تايم 1 ملي سكند وكمان بتيجي بكيرف 1000R وده اقصى كيرف هتشوفه في شاشه. بالنسبه للكالر جامت المدعوم في الشاشه ممتاز جدا ك sRGB ادوبي RGB DCIE الالوان ممتازه جدا. المواصفات على الورق ممتازه جدا. خلينا نمسك واحده واحده ونبدا نتكلم عليهم. 49 انش بكيرف 1000R وده كيرف شديد جدا زي ما انتم شايفين. عباره عن شاشتين 27 انش لازقين في بعض مفيش بيزل في النص. كل واحدة منهم 2K و2K يعني الشاشة لو هتحسبها تقريبا عرض ال 5K ولكن ارتفاع ال 2K. شاشات الالترا وايد الاسبكت ريشيو غريب شوية 32:9 فمن الصعب شوية تلاقي حاجات بتدعم الاسبكت ريشيو ده بس في مازال في حاجات بتدعم الاسبكت ريشيو ده. لو شغلت افلام شغلت حاجات هتلاقي ان في حتة سودة في اليمين والشمال. تقريبا معظم الالعاب بتدعم الموضوع ده ما عدا كام لعبة كده زي فول اوت 76 ما بتدعمش الالترا وايد بتبقى معمول زي ستريتش كده للشاشه. كمان الشاشه بتيجي ب HDR 10 بلس HDR 1000 وده اعلى HDR سيرتيفيكيشن من شركه فيزا. في حاجات بعد كده زي ترو بلاك بس مش هندخل في موضوع ترو بلاك ده لان دي بتاعت شاشات الاوليد اللي هو الاسود بيبقى مطفي خالص. لما بتفتح ال HDR في الويندوز بتقدر تشغل الحاجات على اليوتيوب والافلام لو انت منزل افلام HDR تقدر تشغلها على طول بال HDR. الالوان وكل حاجه ممتازه جدا والكالر جامد رائع في الشاشة دي. انا ما عنديش اي مشكلة في الالوان. في بعض الالعاب بتدعم الـ HDR زي لعبة Battlefield 5 و Battlefield 1 اللعبة بالـ HDR بالذات علشان هنا 1000 نتس الـ Brightness فعلا HDR حقيقي لان الشاشة اللي كانت عندي قبل دي كانت HDR 400. نيجي بقى للنقطة المهمة جدا وهو الشاشة دي 240 هرتز ده ممتاز جدا جدا ولكن ما تقدرش تشغل 240 هرتز لو معاك كارت او كروت اقل من كروت ال RTX 20. كل سلالة ال 20 اوكي انا مجربتهاش كلها بس عندي 2080 هنا فالامور شغالة زي الفل. بكارت ال GTX 1080 Ti كنت مستخدمه هنا الاول ماكسيمم الهرتز ما بتعديش ال 120. لازم كروت اقل حاجة 20 فيما فوق. ال 30 دلوقتي نزل فخلينا نشوف هيعمل ايه. كمان حاجه تانية ما ينفعش تشغلها لو عندك اقل من كروت ال 20 هي ال 10 بت. الشاشه دي بتيجي 10 بت و 8 بت. ال 10 بت فقط مدعوم مع كروت ال 20. ليه؟ لان اصلا ما ينفعش تشغل ال 10 بت غير لما تخلي الشاشه على 240 هرتز. لو حطيت على مود ال 120 هرتز من اعدادات الشاشه نفسها مش هينفع تشغل ال 10 بت فقط 8 بت. الشاشه بتقول طبعا انها مدعومه من نيفيديا جي سينك ولكن انا مش شايف الموضوع ده حقيقي قوي لان اصلا مفيش تشيبايه داخليه. طبعا هو في AMD فري سينك بريميوم برو. انا عارف ان انت ينفع تشغل الجي سينك لو عندك الشاشه بتدعم الفري سينك بس علشان مفيش تشيبايه الجي سينك بصراحه في حاجات غريبه كده في فليكر كتير بيحصل في الشاشه وانا بلعب ومشغل الادابتيف سينك او جي سينك عامه في الشاشه فبضطر اقفله علشان الدنيا تمشي تمام. معرفش ممكن مع فريم وير ابديت يعدلوا الموضوع ده بس دي نقطة من النقط اللي حسيتها شبه عيب في الشاشة دي. مع الوقت والفريم وير ابديت او لما اجيب الكارت الجديد المشكلة دي تتحل تماما. هعرفكم في الكومنتات لو في اي ابديتس عن موضوع جي سينك ده. لو ما قلتش اي حاجة معناها لسه المشكلة دي ما اتحلتش. ريسبونس تايم 1 ملي سكند ده ممتاز جدا بيجي بثلاثة مودز. ما ينفعش تتحكم في الريسبونس تايم لو انت مشغل ادابتيف سينك فلازم تقفله بعدين تقدر تتحكم. عندك ثلاثة مود ستاندرد فاستر وفاستست. الفرق ما بينهم زي ما انتم شايفين اهو على الشاشه انا عمال بقلب ما بينهم دلوقتي. ما عنديش مشكله مع اي واحد لو انا هستخدم العاب فقط ولكن لو انت هتخليه على الفاستست اقفله دلوقتي فقط في الالعاب شغله الفاستست
وفي الوضع العادي خليه على الستاندر. ليه بقى؟ لان الالوان بتختلف او بيبقى فيه زي حواف كده غريبة، الوان غريبة كمان لما بتحرك الويندو كده، فما نصحش ان انت تشغله على الفاستست دايما، فقط وانت بتلعب خليه على الفاستست. طيب الفايدة بقى من موضوع الالترا وايد الصراحة ان انت في الالعاب بتشوف زيادة في اليمين والشمال بيبقى افضل بكتير، ودي مقارنة ليكم اللي عايزين يعرفوا الفرق بين الاسبكت ريشيو العادي والوايد سكرين والالترا وايد. فانت كل ما بتوسع بتشوف زاوية اكتر، فلو في حاجة في زاوية الشاشة بتبان كأن معمول لها زوم، طبعا لو بصيت عليها بتبان في وضعها الطبيعي، فبيفيد الصراحة موضوع الزوايا الزيادة دي. بس هو برضو يعني في نفس الوقت صح انه بيفيد كمان بيشغل. يعني انا في حاجة بس مضايقاني في الموضوع ده في بعض الالعاب مش كلها، ان انت بعض الالعاب ما بتقدرش تتحكم في المابة والهد الموجود في الشاشة دي، ما تقدرش تقربه وتبعده، لان انا بضطر ابص اخر الشاشة شمال واخر الشاشة يمين وتحت وكده علشان اشوف انا معايا كام طلقة هنا، اشوف في حد على المابة هناك، فبشيل عيني كتير قوي من المنتصف، ودي مشكلة كبيرة جدا لو انت بتلعب لعبة زي باتل رويال الغلطة فيها خلاص بح بتعيد الجيم كله. الالعاب تقدر تتحكم فيها في الفيلد فيو، فانت تقدر تبعد او تقرب عشان ما يبقاش الموضوع فيش اي قوي زيادة عن اللزوم. بالنسبة بقى البرودكتيفيتي، ودي الحاجة اللي فعلا خلتني بالاضافة الى الالعاب ان انا اشتري الشاشة دي، في برنامج البريمير وانا بعمل اديتنج البار اللي تحت مرتاح كده، انا شايفه كله مش محتاج كل شويه ازوم وابعد ومش عارف لو في حاجه عايز اشوفها في اخر البار، كانك حاطط شاشتين جنب بعض، يعني مالتي تاسكينج، تقدر تحط 2 ويندو 4 ويندو هتزال برضو الشاشه مرتاحه جدا، عندك من اليمين والشمال واسع جدا. البادي بتاع الشاشه يعني الصراحه المنظر ممتاز جدا، اللون الابيض مع النور الازرق اللي ورا، الحته اللي ورا الدايره دي بتنور كل الالوان، اللون الستاندرد هو الازرق، وعندك كذا مود تقدر تغير فيهم من المنيو بتاع الشاشه. وبالنسبه للوصلات المدعومه في الشاشه عندك 2 ديسبلاي بورد 1.4، 1 HDMI 2.0 وهيدفون جاك، اليو اس بي هاب للسلك، و2 يو اس بي 3.0. واحد من اليو اس بي الموجود ورا الشاشه مكتوب عليه سيرفيس جنبه كده، ده اليو اس بي اللي بتقدر تحدث منه الفريم وير بتاع الشاشه. المميز بقى هو ان انت لما بتوصل التوصيلات اللي ورا دي تقدر تخفي التوصيلات تماما بالاسلوب اللي عاملها لك الشاشه دي، تقدر تحط الاسلاك كده تغطيها بالغطاء الابيض اللي ورا، وكمان تمشيها على الستاند تطلعها من ورا تنزل ورا الترابيزة تبقى مخفية تماما. دي حركة ذكية جدا منهم، لان فعلا مخلية الشاشة سليك كده، بتلاحظ ان مش شايف انت اي سلك طالع من الشاشة. كمان عاملين في الستاند مكان كده بتدوس عليه بيطلع لك هانجر بتحط عليه الهيدفون بتاعتك، فلو عايز تحط السماعات ورا الشاشة تقدر تحطها. من الاعدادات اللي جوه الشاشة تقدر تتحكم في كل حاجة في الشاشة دي، تقدر تتحكم في الريفريش ريت 240 120 هرتز 60 هرتز زي ما انت عايز، تقدر تتحكم في البلاك ايكوالايزر اللي هو مستوى سواد اللون الاسود، الفيرتشوال ايم بوينتر ده لو انت يعني عايز تحط زي بوينتر كده في نص الشاشة علشان تشوف ادق، مثلا لو انت الكروس هير الموجود في اللعبة مش مناسب معاك ممكن تحطه من الشاشة وتستخدمه على طول. من القائمة اللي بعديها البيكتشر، تقدر تغير البيكتشر مود، عندك كذا واحد ممكن تستخدمهم، الديناميك الهاي برايتنس، يعني اختار اللي انت عايزه، انا بالنسبة لي صراحة سايبها على الكاستم، بحب انا اتحكم في كل حاجة. الاي سيفر مود ده بيخلي الشاشة شوية صفرة، بيقلل اللون الازرق، ده بيريح العين لفتره طويله، مثلا لو انت بتتفرج على شاشه ممكن تاذي عينك. بالنسبه لشاشه عريضه زي كده تعتبر شاشتين جنب بعض، في من اعدادات الشاشه تقدر تخلي بيكتشر ان بيكتشر مود، وده بيخلي شاشتين منفصلين تماما، ممكن تشغل على نص الشاشه دي كمبيوتر بالكامل وعلى نص الشاشه الثاني كمبيوتر مختلف. عندك كذا مود من الموضوع ده، ممكن تحط صورة صغيرة على الجنب، ممكن تاخد شاشة اعرض من التانية، يعني براحتك خالص بتتحكم انت عايز انهي شاشة ليها الافضلية او لو عايزهم الاتنين بالتساوي. بس حط في بالك لو انت استخدمت الميزة دي مش هينفع تستخدم المميزات المهمة جدا الموجودة في الشاشة، الشاشة هتقلب بالديفولت هتبقى 60 هرتز، ومش هينفع تستخدم الادابتف سينك. الوضعية دي مفيدة لو انت مش ناوي تستخدم الشاشة دي في الالعاب. ميزة بقى اللوكال ديمينج، هي ميزة بتقسم الشاشة زي 10
ستريبس كده بالطول، لان الشاشه متقسمه 10 مرات، اي ستريب من العشرة دول لو ما فيش حاجه معروضه عليهم الشاشه بتطفي تماما في الجزء اللي مش معروض عليه حاجه، وبتبقى منوره بس فقط في الحاجه المعروضه. ونفترض مثلا الفيلم اللي انت مشغله ال HDR، هتلاقي عندك 2 بارز اسود في اليمين والشمال. الميزه دي هتبقى مفيده لان هيطفي تماما النور في المنطقه السوداء اللي مش معروض عليها حاجه في الشاشه، وهيخليك مركز قوي على الحته اللي في النص دي. طيب نيجي بقى للمنطقه اللي يعني ما كنتش عايز اتكلم عليها الصراحه، وما كنتش اتمنى ان انا اشوفها في الشاشه دي. الشاشه دي مش لكل الناس. ليه بقى مش لكل الناس؟ لان اولا هي فيها شويه مشاكل، خلينا نقول مشاكل مبدئيه لحد ما نشوف هيحلوا الموضوع ده ولا لا. الجي سينك بيعمل فليكر، حتى لما بشغل برامج ادوبي بلاقي فليكر كده طالع زي نور عمال بيقفل ويفتح في الشاشه، مزعج جدا الموضوع ده، مش مخليني استمتع بموضوع الجي سينك الموجود في الشاشه. انا قافل الجي سينك على طول، هسيب الموضوع ده لحد ما نشوف هيعملوا ايه في الفريم ويرز او في السوفت وير ابديت اللي هينزل للشاشه دي. بعض الاحيان الشاشه بتعمل حاجات غريبه، يعني انا بلعب عادي او كنت بلعب عادي لعبه باتل فيلد 5 على الاتش دي ار، لما كنت بشغل اللعبه اوتوماتيك بيشتغل الاتش دي ار والموضوع تمام، بلعب وكله زي الفل. فجاه كده يعني من كام يوم جيت اشغل اللعبه اشتغل الاتش دي ار، بعدين حسيت في حاجه غلط، يعني الالوان مش اتش دي ار قوي، فقفلت الاتش دي ار في اللعبه، فتحته تاني ما ظبطش، قفلت اللعبه لقيت الشاشه متقسمه بطريقه غريبه جدا كده، يعني انا مش استغربت الصراحه ايه اللي بيحصل في الشاشه، يعني فجاه كده خليت لك حته فقعه وحته باهته، كان الشاشه انفصلت بقت جزئين. الموضوع ده مزعج ليه بقى؟ لان بضطر كل مره لو الحركه دي حصلت بضطر ارستر الجهاز. من الحاجات برضو الغريبه اللي شفتها في الشاشه دي، هو لما شغلت برنامج البريمير في مره، ما حصلتش معايا دايما، بس لما شغلت برنامج البريمير في مره وجيت احط فيديو وهبدا اعمل ايديت، لقيت الشاشه قفلت كده، قفلت وفتحت. عرفت بقى ليه الشاشه قفلت وفتحت فجاه؟ انا بقيت احرك الماوس كده على المربع بتاع الفيديو، بس بحركه كده، بحرك الماوس ناحيه المربع بتاع الفيديو لقيت الشاشه قفلت، لما ببعد الماوس الشاشه بتفتح، اقرب الماوس الشاشه تقفل. حاجه كده جنان، انا ما فهمتش الشاشه عايزه تقول ايه، يعني سيبني في حيالي، مش عايز اشتغل النهارده. غريبة، موضوع غريب جدا الصراحة. بس انت لو هتضطر تشتري الشاشة دي، اولا انت مش هتدفع برضو سعر الشاشة اللي هو كبير جدا، اللي هو 1700 دولار او حوالي 9000 ريال سعودي، او على اساس بقى لو عاملين عليها عرض ولا مش عاملين عليها عرض، شوف في مصر مثلا بكام، ممكن توصل لحوالي 40,000 جنيه. انت كمان هتحتاج جهاز قوي جدا جدا جدا، بروسيسور قوي جدا، واقوى جرافيك كارد عندك. فعامة لو انت عايز تشتريها انا الصراحة انصحك بيها، انا مبسوط بيها، مع ان برضو فيها شوية الحاجات اللي قلت عليها، بس كأوفرول الشاشة ممتازة جدا. اتمنى سعرها يكون ارخص من كده شوية بالنسبة للعيوب اللي احنا بنشوفها فيها. وفي الاخر ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واذا عجبك الفيديو تحط لايك، اذا ما عجبكش تدوس على زرار الديسلايك مرتين، واشوفكو في الفيديو اللي جاي.